طيب روح شد كسر، شد كسر. كيف مفتاح؟ المفتاح عندك اهو. ازاي دلوقتي تسكت اللوحة؟ شد كسر. تمام كده في فاير. الجرس بيرن. تمام هتضغط اكنولج، تضغط الارم فانكشن وبعدين سايلنس. كده سايلنس، يبقى انت حضرتك بتضغط الارم فانكشن، الارم فانكشن سايلنس بتسكت، سايلنس بتسكت. طيب لو انت متاكد، لو انت متاكد ان انت رديت الكسر كده، الكسر لسه ما تردش، البيب ساوند اللي هو تيت تيت بيسكت من هنا من الاكنولوجي اللي هنا، انما الجرس بيسكت من هنا. الارم فانكشن سايلنس، الارم سايلنس. طيب دلوقتي لسه هو في فاير الارم، انت لسه ما قفلتش الكسر كويس، لازم ترد الكسر علشان يكتب نورمال. بعد كده تعمل ريسيت، تعمل كده الارم فانكشن، اعمل ريسيت لو سبب الفاير راح تعمل ريسيت، انما طول ما هو لسه فاير الارم ما تعملش ريسيت.